اللهم إني أسألك باسمك الذي وضعته على النهار فأضاء وعلى الليل فأظلم. دعاء: اللهم إني أسألك باسمك الذي أقمت به السماوات وسطحت به الأراضي، أسألك باسمك الذي سيرت به سفينة نوح، أسألك باسمك الذي نجيت به إبراهيم من نار النمرود، أسألك باسمك الذي نجيت به نوح ومن معه من الغرق، أسألك باسمك الذي أعطيته موسى بن عمران، أسألك باسمك الذي أعطيته عيسى بن مريم به يحيي الموتى ويخلق من الطين كهيئة الطير، أسألك باسمك الذي تسبحك به الملائكة، أسألك باسمك الذي يسبحك به العرش الكرسي، أسألك باسمك الذي أعطيته إسرافيل وينفخ به في الصور، أسألك باسمك الذي أعطيته جبرائيل فيخلق به، أسألك باسمك الذي أعطيته ملك الموت فيقبض به الأرواح، أسألك باسمك الذي أعطيته الخضر يمشي به على وجه الماء ولا تبتل قدما، أسألك بذلك الاسم الذي كتبته على ورق الزيتون فلما ألقي بها في النار لم تحترق، أسألك باسمك الذي أقمت به السماوات بغير عمل، أسألك باسمك الذي أجريت به البحار، أسألك باسمك الذي سخرت به الرياح، أسألك باسمك الذي أنزلت به الأمطار، أسألك كل باسمك. هذا الاسم شنو؟ كل شيء داخل فيه، كل شيء داخل فيه الاسم. الاسم ما؟ نحن الأسماء الحسنى. في دعاء البهاشي يقول: اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. إذا بأسمائك كلها، إذن كلها عظيمة، إذن إذا جمعت هي الاسم الأعظم، وإذا جمعت هي الاسم الأعظم، شي يقول كتاب بصائر الدرجات لابن الصفار، وكتاب التوحيد للشيخ الصدوق، وكتاب حق اليقين للفيض الكاشاني. يقول: قال أمير المؤمنين: أنا الأسماء الحسنى. وقال الإمام الصادق: نحن الأسماء الحسنى. ووردت الرواية أن الاسم الأعظم 73 حرف، أعطى الله نوح كذا حرف، وآدم كذا حرف، وإبراهيم كذا حرف، وموسى كذا حرف، وأعطي عيسى حرفين من الاسم الأعظم، يحيي بهما الموتى ويبرئ بهما الأبرص والأكمى، ويخلق من الطين كهيئة الطير، ويخبر الناس بما يدخرون في بيوتهم بحرفين. والإمام شو يقول؟ وقد أعطينا الاسم الأعظم.